السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير مهندس خالد. أنا والله صباح الخير. أخوك عاتق القمي. أنا فعلا. كيف حالك طول عمر؟ الله يبارك فيك. السواتري في موضوع الجيل الثالث. والله سعد أمس واليوم موجود في مستوحات خارجية برا المكتب. أيوه. فهو اللي بيرد علي يعني هو اللي بشيك معه. فوالله مو مداوم لا أمس ولا اليوم عنده شغل خارج المكتب. بكرة بإذن الله يداوم. طيب انت ما رسلتوا المعلومات للشركه ريكسون ولا المقاول حقكم ولا؟ لا 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 لسه هي فيها انا اقول لك فيها اول شيء موافقه من اكثر من قسم موجود عندنا قسم الربط وقسم التراسل وبعد كذا لما تيجي الموافقه عليها ساعتها نرسلها للمقاول او ريكسون اي جهه كانت. اي مهندس خالد بس انا قال المهندس سعد قال لي باذن الله يعني الجيل الثالث بسيطه يعني ما تستغرق له اسبوع اسبوعين. والان اليوم الاثنين الدور اليوم اللي انا جيت قدمت عليكم ما هو هو قال لك يعني نحاول ان شاء الله بس مو معناها انه بسيطه ولا شيء منتهي يعني في اكثر ترى من جهه لازم تعطي موافقه عليها لازم يكون الكثافه او السعه الاستيعابيه للمواقع اللي حولها تتحمس. طول عمر البرج اللي قبلها فيه جيل ثالث واللي بعدها فيه جيل ثالث يعني هي بين اثنين ما في مشكله. الله يعطيك العافيه. ما يحتاج انا مصدق.